تواصلت على مدى يومين بجنيف أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية الذي نظمه المغرب باعتباره رئيسا للمجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية بحضور أكثر من 50 بلدا إفريقيا عضوا في المنظمة. الرسالة المهمة في هذا المؤتمر هي أن المبادلة التجارية بين دول المجموعة الإفريقية تشكل عنصرا مهما من شأنه أن يساهم في نمو القارة الإفريقية. توجد في إفريقيا مناطق عديدة تتوفر على إمكانيات وثروات مهمة قد تساعدنا على زيادة إمكانياتنا الاقتصادية، وخير مثال على ذلك الخدمات المالية المتطورة والتجارية في المغرب. ويهدف المؤتمر إلى تجميع وجهات النظر والاطلاع على موقف المجموعة الإفريقية والصعوبات التي تواجهها داخل منظمة التجارة العالمية، وإلى وضع الملامح الرئيسية لكيفية مساهمة الدول الإفريقية في التجارة العالمية، خاصة وأنها تتوفر على إمكانيات وثروات مهمة تمكنها من رفع حجم المبادلات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية. هذه الجلسة وما سيستعرض فيها من أوراق ستضع الملامح الرئيسية لأفريقيا المستقبل، كيف يمكن لأفريقيا أن تسهم في التجارة العالمية وأن تتمكن أفريقيا من تصنيع موادها الخام بدلا من أن تصبح هي فقط مصدر للمواد الخام. أعتقد أن المغرب كمنسق لهذه المجموعة يلعب دورا هاما جدا من خلال استراتيجيته للتوجه نحو أفريقيا. ونوه المشاركين بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب داخل منظمة التجارة العالمية باعتباره المنسق والناطق الرسمي للمجموعة الإفريقية لدى المنظمة، فضلا عن حضوره القوي في إفريقيا من خلال البعد الإفريقي لسياسة الملك محمد السادس والمبادرات التاريخية التي قام بها على الساحة الإفريقية. إذن اختيار الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التجارة الدولية وفي الاتحاد الإفريقي لسفير المملكة المغربية لتنسيق المجموعة الإفريقية تجسيد آخر لما تحظى به سياسة جلالة الملك في إفريقيا ومبادرة جلالة الملك وزيارته الأخيرة لرواندا وتنزانيا وإثيوبيا، دليل على أن الإرادة الملكية والإرادة السياسية للمملكة المغربية تقدم الدليل اليومي على أن هذا الاختيار السياسي وهذا الاختيار الاستراتيجي نجسده على الميدان من خلال شراكات بين مع الدول الإفريقية ضمن استراتيجية المغرب لبناء نموذج تنموي جنوب يقوده ويباشره جلالة الملك. زيارة الملك محمد السادس لرواندا هي زيارة تاريخية بكل المقاييس وعلى مستويات عدة، فهي تأتي في وقت عاد المغرب فيه إلى مكانه الطبيعي بالاتحاد الإفريقي، وقد خلفت هذه الزيارة آثارا إيجابية على بلدنا خاصة على مستوى التعاون الاقتصادي والاجتماعي والصحي. الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لطنزانيا كانت لها أهمية كبرى بالنسبة للبلدين، حيث توجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي سيمكن من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وجدد المغرب التزامه في الدفاع عن حقوق الدول النامية والأقل نموا ومنحها معاملة تفضيلية، وكذا تعزيز دور المنظمة في مجال تحرير المبادلات التجارية وتشجيع التنمية الشاملة والمستدامة. دفاع المغرب عن حقوق المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية والزيارة التاريخية للملك محمد السادس للعديد من البلدان الإفريقية ما هو إلا تأكيد على سياسة الانفتاح التي أصبح ينهجها المغرب ودوره الفعال داخل القارة السمراء. غالي محمد رشاجدة، جنيف.